بآليات غير تقليدية، وضعت شركة موانئ العراقي سلسلة من التدابير لمكافحة الفساد المالي والإداري في المنافذ البحرية، آخرها تدشين ساحة الترحيب في مرافئ أم قصر المزودة بخدمات تكنولوجية متطورة تنقل العمل من الورقي إلى الرقمي لتبسيط الإجراءات وتقليص وقتها من 3 أيام إلى 2 ساعة، كما تحتوي على سياج أمني لا يسمح بدخول الشاحنات والأفراد إلا عبر بوابة إلكترونية. بالعمل على آلية النافذة الواحدة مما يسهل عملية دخول البضائع من الميناء وخروجها إلى الجهة المستوردة بشكل آني وكامل من خلال الرقمنة الإلكترونية اللي راح توفر علينا الوقت، بعد ما كان يأخذ عدة أيام راح تكون 1 إلى 2 ساعة فقط. وترى موانئ العراق أن معالجة الفساد لا تتم إلا من خلال التحول الرقمي وفصل العمل الميناءي عن الجمركي بغية القضاء على التلاعب الإداري والمالي، ما يعزز من واردات البلاد إذ أخذت تتضاعف في المنافذ البحرية عقب تطبيق الأتمتة، ما يسهم في دعم التجارة الدولية للبلاد. نعمل على القضاء على التلاعب الإداري والمالي، وهذا ما سوف يصب في إيرادات الشركة اللي هي إيرادات الدولة، وبنفس الوقت إيرادات الجمارك اللي هي إيرادات الدولة. نحن طبقنا بعض الإجراءات داخل موانئنا أدت إلى ارتفاع الإيرادات في عام 21 بحدود 100 مليار، والآن إلى شهر 11 تجاوزنا 100 مليار. لجنة النقل والاتصالات النيابية دعت رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني إلى تفعيل الحكومة الإلكترونية بوصفها السبيل الأفضل لمكافحة الفساد المستشري في مؤسسات الدولة، وعادت التحول الرقمي في الموانئ خطوة بالاتجاه الصحيح. لكي نتخلص من آفة الفساد ومن التأخير الموجود يجب أن نتحول إلى حكومة إلكترونية. ندعو السيد رئيس الوزراء للإسراع في مثل هذه التطبيقات في جميع دوائر الدولة حتى نتخلص من الفساد ونتخلص من التأخير. وفي عام 2020 قرر مجلس الوزراء توحيد ساحة الإخراج الجمركي في مينائي أم قصر الشمالي والجنوبي لغرض العمل تحت مظلة واحدة تتماشى مع التحول التدريجي نحو النافذة الواحدة لتسريع عمليات الاستيراد والتصدير. أتمتة المنافذ الحدودية البحرية والبرية بالتكنولوجيا الحديثة سيساعد بشكل كبير في تقليص دائرة الفساد، والتي بسببها وضع العراق في مؤشر الدول الأكثر فسادا بحسب خبراء. سعد قصي، UTV، من داخل موانئ أم قصر.